هي اخصائيه غذائيه، اخصائيه غذائيه سابقه تهتم. ما ادري صغرت كذا زياده. دقت علي خطيبتي، اصبري. اوكي. تدري انك تبث يا سعود؟ ايه والله معي الحين، هي في الخط. تدعمك تقول بلد. تقول انتبه من الحيتين. تقول لان لو اللتغتين هذولي مسوين فيها بدو، الحيتين هذولي سبحان الله الرجال جاي يعرس تلقى الحريم ما شاء الله يتجمعون عنده. تكفى صراحه، اهتم في نفسك وانت عزاز ما حد يجي. ايش قصدك وانت لسه ما تزوجت؟ انت ملكت لسه، باقي في زواج. انت واضح انك كاشخه اكيد انك مقبل على توثيق، رجاء لا تكلمين. طيب حكينا عن زوجتك يا سعود. شوي عن ابنك. هلا، اشياء خاصه ما اقدر اتكلم فيها. شغلنا حييك. اقول لك شيء بس بسالك اسئله. سمي. كم عمرها؟ اوكي اوكي. جماعه خير الجوله. قاعد تكبس انت، قاعد تكبس ما قفلت الخط. اسمع بقول لك شيء سعود، كم عمرها؟ ها؟ كم عمرها؟ انت واضح انك يعني الا انك يعني تحبين مني علوم. ما في نفس الكلام اللي قلت لك يا سعود قبل شوي. ما اقدر، هذه يشين البنات كم عمرها؟ كم موديلها؟ وش تبين؟ والله العظيم مو كم موديلها، ما له دخل. ما ادري عن بس جد والله بعرف كم عمرها. واضح انها صغيره. الله يا ربي يكفينا شره، فانت اللي تسوين السحر. والله العظيم عصام ايهاب. ونعم عصام. كم لسعود ملك؟ كم له يعني؟ أربع أيام ثلاثة. مليتي مسعود مو بمجاوب، رحتي كفو عليك. أي ما مو راضي يجاوب عليك. إيه جابت الموية درت إني داعس.